كبير تشهده محطات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من المواطنين، وذلك لتحويل سياراتهم بالغاز الطبيعي كوقود الذي يتميز بتكلفته المنخفضة مقارنة مع البنزين والسولار، كما أنه يتميز أيضا بأنه صديق للبيئة. كما أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود سيسهم في تحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة. بعد مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإحلال العربيات، عندنا إقبال في التحويل غير مسبوق، يقارب من 20-25% زيادة يومية في التحويل في كل مراكز الشركة. المواطن بيوفر ما يقارب من 60% من ميزانية الانتقالات بتاعته. طبعا ده توفير كبير بالنسبة للمواطنين، ده بالنسبة لأنه اقتصادي. آمن في السيارة، الاسطوانة مصنعة طبقا لأعلى معايير السلامة العالمية ومطابقة للمواصفات ومعاها كل شهادات الأيزو موجودة. في تحويل السيارات بالتقسيط على سنة بدون فوائد أو 4 سنين بفوائد مبسطة. أي عميل بيجي لنا بيجيب لنا العربية الأول نفحصها فنيا، لو حالة الموتور تسمح إن احنا نحول له غاز بندخل العميل على طول التسويق يتعاقد فورا، ثم بعد التعاقد العميل يخش لنا بالعربية على مركز التحويل، وفي خلال من 3-4 ساعات العربية تكون جاهزة للعمل بالغاز على طول يا فندم. المواطنون أعربوا عن سعادتهم بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، والذي سيسهم في تحسين معيشتهم. الغاز دلوقتي وفر لي كتير، يعني أكثر من 60% كمان يعني. هو الغاز جميل جدا وحلو، أحسن من البنزين بكتير. بيوفر يعني كتير أو على البنزين طبعا. جهود كبيرة تقوم بها الدولة من أجل تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي، وذلك نظرا لتكلفته المنخفضة مقارنة مع البنزين والسولار، كما أنه يتميز أيضا بأنه صديق للبيئة. من إحدى محطات تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي، أحمد أبو علم، التلفزيون المصري.